لساس لجوج لساس ثلاثة لساس واحد كلها خايفين خويا عليا غير دافع عليا وخدم على غير توا يهزني راه شنو السلام عليكم خويا راجلي يلاه عنده 24 عام باقي صغير كان خدام في خدمة ديالته كيدخل مع الست العشية حتى السبعة ديال الصباح حيت كيجي خدام جا هاد السيد هذا قتل جرو بغى يشفر شي حاجة دوا معاه راجلي ضربو وربطو من رجليه وداه حتى للخلا وعراه حيد ليه حوايجو عراه كيما ولدت امو عباد الله عراه كيما ولدت امو عمر راجلي ما شافوش شي واحد عريان عراه وشدو ملي قتلوك كسالة منو استريطوارة عباد الله وحط ليه فوق راسه بغيت غنعرف كيفاش طاوعو قلبو وعطاه خاطرو تقتل هاد السيد وبقى قلبو ما ضرو ما حتى حاجة وحط عليه طريطوار بغيت نعرف شنو داير ليه راجلي ما كيضارب ما كيسكر ما كيشفر ما حتى شي حاجة عنده جوج وليدات تويميين وبنية بنية عندها عامين وربع شهور والدراري عندهم سبعة شهور باقي الدراري صغار وانا حتى انا راه باقا صغيرة كي غندير انا للدراري تنخدم ما عنديش لا بغيت نخدم ما عنديش لما نعطيهم ما عنديش انا باقا صغيرة ما كنخدم ما حتى شي حاجة عمرني ما خدمت راجلي ما عمرني ما عزز لي ديما كان كيقول لي ما عندك ما ديري بخدمة ما حدي انا باقا حي ما تخدميش برك ليا مع ولادي وبرك ليا مع والديا انا باركه مع والدي هو اللي خدام علينا هو اللي هازنا وغصبوني حتى انا غصبوا وليداتهم وليداتهم من غيكبروا لمن غيقولوا بابا لمن الدري باقي الله عنده 24 عام عباد الله كي غندير انا للدراري كي غندير ليهم كنتمنى وكنطالب بجلاله الملك يوقف معايا ويوقف ليا مع وليداتي يقف معايا وقف ليا مع وليداتي وقف مع خويا حتى هو راه مشدود خويا جاي يشوف راجل اختو مع خدامين في البوست واحد خدامين بجوج حتى هما عندهم الليل بجوج مراجلي وخويا جا شاف خو راجلي بحال داك المشكل جا الاخر حتى هو كان باغي يقتل حتى خويا جاي خويا حتى هو باغي يقتله ما شافش سمع الغوت ملي مشى شاف راجلي في ديك الحاله وعريان جا الاخر ثاني بغى يضربو ملي جاي يضربو خويا حيد ديك حديده وضربو بها هذاك داو السبيطار وخويا داو الحبس راه ما كاينش الامن اليساس راه ما فيهاش الامن راه حي شعبي ولكن ما دايرينش لي الامن فين حاطينو صحاب الفيلات اللي ما خاصهم حتى شي خير وما يدوي معاهم حتى واحد كيخرجوا على الطوموبيلات ما حنا راه ما عندناش هذا الشيء اللي كنتمنى بجلاله الملك يشوف هذا الشيء ووقف معايا ووقف لي مع وليداتي ووقف لي مع خويا حتى هو راه عنده وليدات صغار احنا تيتمنا خويا عنده جوج وليدات ولد عنده عامين والدريري الاخر عنده سبع شهور توا قدو قد وليداتي كنتمنى يعطيونا حقنا هادشي اللي كنتمنى ويديروا لنا حنا بوست ديال الوسط حنا نحسوا راه عندنا الحمايه حنا راه ما عندناش الحمايه راه ما كاينش راه الحوانات ما نقدوش لا وسط الثمانيه ما نقدوش نخرجوا الا خرجنا كنلقاو الكريساج كنلقاو الشفاره مش باش كيدوا معاك عارف السيف ما يقدرش ما تبقى ما تجي فين دوم عاد تلقى شرقك قتلك ما كاينش اللي يسيق لك حتى الخبار راه ما كاينش عندنا الامن راه هذا الشيء اللي كنتمنى يعطينا الله حقنا انا اخو ولي عند صاحبي وخويا وعشيري وكل شيء كنلقى فيه كي كان عليا شحال من حاجه الدولي اخو انا من الخدمه بدا هو الضارب في الخدمه وجا الضارب بغا يديها الصغرى من الدار ماشي الضارب ماشي الصغر كيفاش خويا فحال لا يرجع لها مدراو محطوط على طريطوار كبير على راسو مفروق من هنا ومن هنا الوالد ولي حيدها جارين خويا كان معدي جارو من الخدمة وراه كان ناعس هذا مازال خبار لأنه ناعس أنا ودات قالت لي خوك ماشي مع راسي باش تبلي كيفاش ترى نسيكم كيفاش ترى نسيكم راه اسمع راجل خشومات راه
الحديده باش تدعم الحديده. ما عرفتش معاقل على والو.